يعني انا مبسوط من فكره الادراك دي، لانه يعني من ضمن الحاجات اللي هي تخوف انه لو بيحصل ايقاف للقلب والمخ بيحصل له مشاكل ان انت ما بتدركش، انما هو طالما بيفتح عينيه ولما المخدر بيقل ويشاور عايز يشرب او يقول او يقول لا، اعتقد ده نقطه هو ايجابيه. ربنا يكرمه ان شاء الله ويرجع بالف سلامه. بس احنا لازم نوصل بين حاجتين، حاله احمد رفعت والحاجات الواجب علينا ان احنا نعملها. يعني حاله احمد رفعت دي ان شاء الله هيرجع وهيرجع مش احسن فايدة من بصراحة الاول. غلط، لا بكلمك في مش حقيقه. فايدة بص اصل احنا هنقعد، المثالية اللي بقعد احنا اتكلم. بقول لك ايه، احنا بنطلع نتكلم في تفاهات كتيره جدا وبتعجب الناس قوي التفاهات، انما تيجي تتكلم في حاجه كويسه يقول لك مالكش دعوه انت. ما يا باشا انت ايه في الملاعب جاهز لحاله زي دي؟ انا قارنت بين حالتين، حاله واحد لعيب دلوقتي محترف على اعلى مستوى في العالم بيلعب ورجع عادي، وانت حالتك النهارده كسبان اتاثرت ليفربول اتاثرت ولعب على اعلى ليه؟ مستوى في مش العالم. عشان حكايه حاجه، كل حاجه قدر مظبوط ونصيب، يا سيد بس الوضع، النقطه اعمل دورك، اعمل دورك اكيد هيبقى في وقفه يا سيد بس. بعد الموضوع لا ده. يعني هو ده من تاني يوم كان لازم يبقى هو فيه فين الوقفه؟ طب حاجات. لا ما يعني احنا بنتكلم في ما ايه؟ مش كل واحد لازم وحد يطلع يقول انا حاسس، هعمل ايه؟ وحد حاسس ان في وقفه اي فين حد، اي حد في الموضوع اي ده حد، لو ده غير لو كل ده الناس بتتعاطف لو ده وابننا لو وحبيبنا ده وقال لازم نعمل لو كده. ده يخصه اي حد في المنظومه، لو ده يخصه ابنه قريبه وبتاع، الموضوع كان هيتلاقيه هو اكتر واحد بيجري واكتر واحد يدور على الحاجات دي تتعمل للناس التانية. فهي انت اتعلم من الموقف ده، هتعمل ايه للي جاي؟ اللي جاي هتعمل فيه ايه؟ ده دور مين يا سيد؟ عندنا دور مين؟ اتحاد الكوره. دور مين ايه؟ طيب لا اتحاد الكوره اتحاد الكوره والمسؤولين ليه؟ عن مش عشان الرياضه، خاطر احنا اي كل حد حاجه له علاقه بالرياضه، اللي هو مين بيدور اللي بيدور كلها. الكوره في مصر؟ اي طبعا حد زي له ما علاقه حضرتك اتكلمت، بالرياضه. هو بص طبعا يعني الحمد لله احمد رفعت يعني ربنا يشفيه، هو المخ من الاول الحمد لله متعمل اشعه سليمه، ودلوقتي المضاعفات اللي هي حصلت نتيجه توقف القلب الرئه الكلى ربنا يا رب ربنا عافى عنه يكرمه. يعني ان شاء الله. لكن زي ما برضو احنا متفقين كلنا انه في اي حاله بتعمل جرس انذار، فشيء طبيعي ان احنا نتدارك اخطائنا. يعني بالظبط. دلوقتي الاجهزه مثلا محتاجين اجهزه في الملاعب تبقى تتواجد، انا كان نفسي تجهيز اتحاد الاجهزه الكوره، الطبيه للفرق، في دورات طب ما تبقى تيجي نقترح في يعمل، دورات تبقى طب ما تيجي للاطباء اللي في نقترح. الفرق، ولازم ياخد مثلا شهاده معتمده ان هو يعني عشان يبقى ده رئيس جهاز طب طبي تعالى تعالى والادوات نحط والحاجات دي مقترحات مبادره. نحطها قدام اتحاد الكوره، يبقى كلامنا برضو ايجابي. كابتن سيد وكابتن بشير وانت واحمد، تعالى نقول مثلا انه لازم اتحاد الكوره يعلن تفعيل دور اللجنه الطبيه بس في كده الاتحاد، دي الموضوع نمره بسيط واحد، انت وتتكون من فلان وفلان وفلان وفلان، تمام. دي نمره اتنين. نمره تلاته، لازم السيارات تكون مجهزه كذا ومنها جهاز صدمات القلب مثلا، وان ده وجوبي صح ده كده؟ اساسي وفوش هزار، والنادي اللي مش ولازم هيلتزم في اي درجه بالدرجات، لان روح لعيب الممتاز هي مش اكتر من الدرجه الثالثه اقل منه، يعني هي فيها روح بني مش ادم. كده يا كابتن. انا ومش اتوقع المهم الجهاز بس، يبقى مؤتمر طبي يا استاذ مش محمد المهم، ويجي المهم مؤتمر الجهاز. طبي وتيجي الحالات اللي هي في مصر كذا حاله حصلت، ما دي قصه تانية، وعشان انا بتكلم على الخطوات. ما دي لازم تعمل مؤتمر طب عشان تعمل وماله؟ توصيات، والتوصيات دي تبقى على الكل. يكون مات اربع خمس لعيبه ونستناهم بقى ليه؟ مؤتمر ما هي اللجنه، ما يعني ايه مؤتمر؟ يعني خد ما خطواتك لازم دلوقتي. ما هو محمد، ما ماشي، انت لو تعمل حاجه تعملها على ما اساس هو علمي. مليخ صح. ما انا انا معاك، اجيب خلاص. انا طب ما معاك. اي حد يقول لك هات جهاز صدمات، طب ما الناس عارفه احنا هات مش عايزين، عارف ايه، ما هو ماشي، ده ما كلام هنمشي نظري. بالتوازي. انا ما انت معاك، لازم الحاله تدرس، انا معاك في الخطا المؤتمر، فين ما عشان انا تعرف. معاك في المؤتمر، بس في حاجات واضحه وضوح الشمس زي ما بيقول كابتن سيد كده وكابتن مشير. في حاجات واضحه ان انت لو كان عندك هذه الاجهزه والدكاتره مدربه عليها مؤهلين كان ممكن احمد رفعت في الملعب يرجع قلبه يدق، فبالتالي انت زي ما حصل مع اريكسون. مش عندنا مثال اهو في مش لكش قلبه وقف الحاله مش يا عارفين كابتن؟ ايه كل يعني هو دلوقتي اللي قلبه عنده وقف. برد لا بيبقى نفس الحاله مع عند لا كل لا واحد، لا بس ما ده كل قلبه واحد على وقف. درجات. لا اريكسون قلبه وقف، واللي احنا شفناه الدرس اللي احنا شفناه ان هم رفضوا نقله، لو انت تفتكر عملوا الستاره اللي قفلوا في عليه الملعب، دي، والدكتور اصر يا كابتن سيد لو تفتكر في الملعب صح، اصر ان هو يعيد اليه النبض في الملعب، لانه فاهم ان النبض لو اتاخر اكتر من اربع دقائق، الاطباء كلها بتقول لك اكتر من اربع خمس دقائق، دي كارثه. ما هو يعني عشان لا ترجع ما هيموت جسد. بقى مش كارثه ايه ده خلاص. لا حتى لو مش، بس عشان ترجع جسد الجسم لنفس حاله التعافي الطبيعيه بتاعتها هيبقى صعبه طبعا بعد اربع خمس كلها دقائق. طبعا فانا قصدنا كده، يعني خد خطوات ايجابيه وبالتوازي برضو يبقى في المؤتمر وتجيب ابرز ناس بره تقول وتوصيات وكل ده احنا موافقين عليه، بس لازم تاني يوم الصبح يكون في اجراء. الدكاتره لكل ده جهاز قصدي. طبي على الاقل فانا في النادي. احنا قلنا اهو، وانا مع الكابتن سيد في ده، ادي احنا قلنا راينا في الموضوع. هل اتحاد الكوره يطلع يقول لنا بكره احنا درسنا الموضوع وكذا كذا؟ نفسي مره لا يا خوف اتحاد الكوره يطلع. طب معلش انا برضو خليني برضو عشان يعني الموضوع يتناقش انا مش عشان بشويه. بس احنا وقتنا دلوقتي ضيق، الاجهزه خد بالك احنا الطبيه في دي رمضان حالتنا في انديه صغيره. ممكن توفرها وفي انديه ما تقدرش،
فانت برضك لازم تتعامل مع اللاعب ده يبقى على الكل. انت بتتكلم في قاعده عامه يا استاذ محمد. انا لازم اقول بص 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 الكلام ده اهم مثلا من ان انت تضيع فلوس على لو لغيت اي حاجه وقصاد الكلام ده اهم. ثانيا قول العربيه تيجي مجهزه بالجهاز، يعني بدل ما انا باجرها ب 1000 جنيه ب 5000 جنيه اجرها ب 10. كل المستويات يبقى برضك في كل الدرجات يبقى اتابع بقى. احنا بقى في الكل بقى يعني تفتح في كل القاعده اتابع لازم اتابع دي الارواح طبعا. والنهارده كلنا لو احنا كنا عارفين القدر قبليها وتخيرنا يا كابتن سيد ما بين ان احمد رفعت يحصل له كده ولا نصرف 100 مليون جنيه هتتصرفهم هتقول ايه؟ هتتصرف 100 مليون جنيه صح؟ يعني في القدر يعني في الاخر ده درس.